اليوم ان شاء الله ويا طلاب اليوتيوب طبعا راح ناخذ العوامل المؤكسده او العامل المؤكسد والعامل المختزل، ونعرف شنو يعني عامل مؤكسد شنو يعني عامل مختزل، وايضا ناخذ الخلايا الكهرو كيميائيه. قلنا هي نوعين، نوع تحول طاقه كهربائيه الى كيميائيه، ونوع تحول طاقه كيميائيه الى شنو؟ الى كهربائيه. راح ناخذ اول نوع من عندهم، يعني هن مو نوعين، ندرس فقط اول نوع اللي هي الخلايا الجلفانيه وناخذ مثال عليها. يا مرحبا طلاب السادس، رجعنا معكم بمحاضرة رقم 2 من كيمياء السادس العلمي الفصل الرابع. اليوم مثل ما قلنا مقدمة الفيديو شنو راح ندرس من مواضيع وقوانين، او مو قوانين بس مواضيع، اليوم شرحيات اكثر شيء. بداية الفصل الحدث اكثر شيء شرحيات، يعني بس بعدين تجيكم كلها مسائل، يعني العلاقة بين طاقة جيبس هاي بعدين ناخذها، وموضوع اسمه معادلة نيرنس كلها مسائل، بس حاليا يعني اكثر شيء شرحيات. هذا الخط ما نحتاجه هيك. فاخذنا بالمحاضره ذيك يا بنات شنو اخذنا؟ من يذكر؟ اي اخذنا المفهوم الكيمياء الكهربائيه مو؟ واخذنا شنو يعني عدد التاكسد؟ وشنو فائده الكيمياء الكهربائيه؟ وشنو قواعد عدد التاكسد؟ وشنو يعني تاكسد؟ وشنو يعني اختزال؟ حلو. الطلاب تدون دي يطالبوني بالهاي اكمل الماده، يعني شوي اراد ان نستعجل، مو نستعجل يعني اراد ان ننزل محاضرات اكثر، بس هي كف وياكم. لا لا هو وياكم على المود، اذا عندكم اسئله هاي يستفاد منهم. موضوعنا لليوم اسمه العوامل المؤكسده والمختزله، يعني عندي عامل مؤكسد وعامل شنو؟ مختزل. قبل لا ناخذ العوامل المؤكسده والعوامل المختزله، مو عندي فشيء اسمه تاكسد وفشيء اسمه اختزال. التاكسد من يذكر تعريفه؟ هو عباره عن تغير كيميائي يسحبه فقدان في الالكترونات ويؤدي الى زياده عدد التاكسد. والاختزال عباره عن تغير كيميائي يسحبه اكتساب في الالكترونات ويؤدي الى اكتساب الكترونات. نقصان في عدد التاكسد واكتساب الالكترونات، زياده في الالكترونات. اوكي. اللي الذره مو قلنا اكو ذرتين، وحده تاكسد وحده اختزال، ما تقبل غلط مو؟ الذره اللي تعاني تاكسد يسموها عامل مختزل. ركزوا زين، الذره اللي تعاني تاكسد يسموها شنو؟ الذره اللي تعاني اختزال يسموها عامل مؤكسد. هاي. فالعامل المؤكسد هو شيء عانى عن اختزال. اوكي؟ فالعامل المؤكسد تعريفه تقول لي هي الماده التي لها القدره على اكسده ماده اخرى والتي تعاني اختزال. العامل المختزل هي الماده التي لها القدره على اختزال ماده اخرى والتي عانت تاكسد او تعاني تاكسد. اوكي؟ يعني بنات بدل ما اقول لكم وطتكم واجب همين ذيك المحاضره عشتكم اجوبتكم يعني كل زينه. بدل ما اقول لكم حدد الذره التي تعاني تاكسد والذره التي تعاني اختزال. بدل ما اقول لكم حدد الذره التي تعاني تاكسد والذره التي تعاني اختزال، اقول لك حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل. معناها همين حدد التاكسد وحدد الاختزال. متفقين؟ زين. عندي معادله يقول لي عندي 2K زائد MBR 2 ينطينا 2K موجب زائد MBR سالب او 2BR سالب. اوكي بنات؟ ايش قلت فوق الكي هنا؟ فوق البي ار 2 هم صفر. الكي هنا صار موجب واحد او موجب اثنين، خلينا نقول موجب يعني زاد. اذا الكي عانى تاكسد لو عانى اختزال؟ الكي عانى تاكسد. اذا الكي شو يسموه؟ يسموه الكي عامل مختزل لانه عانى تاكسد. ها هي ترى يعني يشبه ذاك مجرد عكسه. البي ار من صفر الى سالب معناها اقل، اذا البي ار 2 ايش فيه؟ عن اختزال، اذا هو عامل شنو؟ عامل مؤكسد. اوكي؟ زين. كاتب وياكم اللي جوا، البوتاسيوم هو العامل المختزل لانه عانى تاكسد، والبروم هو العامل المختزل لانه عانى تاكسد. لانه عانى اختزال عفوا. مثال ثلاثة، عندي على هذا الموضوع مثال ثلاثة.
مثل ما سألتكم هسه مثال ثلاثة. شو يقول لي مثال ثلاثة موجود عندكم بالصفحة اللي قدامكم؟ حدد العامل المكسل والعامل المختزل في كل من التفاعلات الآتية. هذا التفاعل أعطيتكم واجب مو؟ ZN اللي حليتوه يعني ينطينا ZN SO4 زائد CO. حلو، ZN زائد CO SO4 ينطينا ZN SO4 زائد CO، تفاعل عام. يقول لي حدد العامل المكسد والعامل المختزل، باعوا يمي شلون راح احدد. ZN هنا شنو؟ صفر. ايش صار؟ صار ZN SO4. انا اللي يهمني منه بس ZN. ZN ما اعرفه، نفرض اكس. بدل SO4 كلها ايش قد؟ سالب 2 ويساوي صفر. مو لا لا. عبر سالب 2 ايش قد الاكس تطلع لي؟ حتقول لي زين SO4 سالب 2 منين جبتها؟ جبتها من H2SO4، هاي يسموها جذر. يعني مو S1 و O1 يسموها جذر. CrO4 كلها ايش قد؟ سالب 2 همين. SO4 كلها سالب 2 هيك. فهنا نفس الحالة بنات. X سالب 2 يساوي صفر، X يساوي موجب 2. من موجب 2 شو يصير؟ صفر. إذن ZN ايش عانه؟ عانه تأكسد. إذن ZN شو يسموه؟ عامل مختزل. هو قال لي بس حدد. والسي وش فيه؟ عامل 100% حتى بدون فرضا نسيت هذا عكسه. ماشي؟ المثال الثاني همين ضمن يعني مثال ثلاثة. عندي مثالين واحد واثنين. اثنين شو يقول لي؟ CU زائد 2AG NO3. اوكي؟ ينطينا CU NO3 by 2 زائد AG او 2AG. هذا باعوا بناته هنا. ايش قد فوق CU؟ صفر. ايش قد صار؟ ما نعرف. صار CU NO3 by 2. زين NO3 كلها ايش قد قيمتها؟ NO3 كلها ايش قد قيمتها؟ حالة حالة SO4. لا مو سالب 2. غلط، مو سالب 2. سالب 1. CU X NO3 سالب 1 في 2 ويساوي 0. الإكس يساوي موجب 2. راح أذكركم بيه حتكون ها ماخذين اتش NO3 ولا لا؟ الاتش موجب واحد، اذا هذا سالب واحد. مو صحيح؟ فبما انه ذرتين انه تغير في سالب 2 على راي يصير موجب 2. هنا اكس همين سالب واحد يساوي صفر مو؟ اكس يساوي موجب واحد. طبعا هو ما يريد مني هاي الاكس، هو ما قال لي اريد عدد الاكس. هاي هيك يعني شلون مسوده لكم؟ اي شرح توضيح. من موجب واحد صار صفر مو لا لا؟ يعني شنو؟ قد. اذا CU عانى تأكسد صح؟ اذا CU شنو؟ جيد عاشت لكم. عامل مختزل. والاي جي ايش بيه؟ الاي جي 100% عامل مؤكسد. هاي ماشي؟ يعني حال ذاك بالضبط. اكو شيء يختلف عنه؟ زين. اما بقت شغله شنو؟ بقت شغله عشان يكتب لي معادله مالت انصاف اقطاب. انصاف اقطاب، شنو يعني انصاف اقطاب؟ باعوا بنات. بدل ما اقول له هيك يعني اشرح هي هو اذا باعوا هنا بالمثال ما يحتاج تكتبوها، هاي توضيح لكم. إذا قال لي أكتب نصف قطب خلية أو أكتب أنصاف أقطاب خلية، يعني لازم هيك أسوي له. بدل هاي وهاي شو أسوي له؟ أقول له ZN صارت ZN موجب 2. ZN مو صارت ZN موجب 2 لأنه غلطان. زين، كم إلكترون راح تفقد؟ أنا أقول لك شلون. هنا صفر وهنا موجب 2، أريد أصير موجب 2 نفس الصفر. اخلي له 2 الكترون سالب عشان لكم حتى شيء يصير موجب 2 وسالب 2
ومنا هاي يسموه نصف قطب دايكسيد. اوكي اجي على الثاني. الثاني هو مو سيو موجب 2 صار سيو، سيو موجب 2 كم الكترون يكتسب؟ اكتسب 2 حتى شيء يصير، حتى يصير سيو موجب 2 سالب 2 صفر من ناصف نصف قطب اختزال. بس ركزوا زين راح اعيدها مره اخرى. اذا ذكر، اذا ذكر اكتب انصاف اقطاب خليه لازم اسوي له هيك. هنا قال لي بس حدد تقدرون تسوي له هاي وما يحاسبكم اذا كتبتوها، وبنفس الوقت ما يعطيكم درجه زياده، وقدرون تحلوا له هيك قبل. وضحت؟ زين. اما اذا ذكر لا، اذا ما تسوي هاي نقص. يعني هو قال لي اكتب انصاف اقطاب خليه. بعد قلنا لما نختصر الالكترونات، الالكترونات يصير اختصار لا؟ ليش يصير اختصارهن؟ لان يعني متساويه، مو صحيح؟ الالكترونات لازم متساويه مثل ما قلنا بذيك المحاضره الملاحظات. شي يصير زد ان زائد ان سي وموجب 2 مو؟ زد ان موجب 2 زائد ان سي شي يسموه هذا قلنا؟ اه موجود من ضمن الملاحظات نسيتوه؟ يسموه التفاعل العام مو لا؟ لا راح يبين لي ان الصفر زاد وان الموجب 2 قل هيك ماشي؟ هاي بعدين نتدرب عليها كلش هواي، هاي تملون منها فراح نمسحها يعني ما يحتاج تصوروها وكتبوها، انا اعلمكم عليها بعد كوم قدامنا. نفس الحال ينطبق هنا اللي سويته. زين مثال 3 انتهى، عندي تمرين 3، تمرين 3 راح شوي نتناقش بيها وياكم. يعني حاولوا شنو؟ خلي الاسود. حاولوا انه تحلون يعني. تمرين 3. هم ايش قال لي؟ قال لي حدد عام المكسد وعام المختزل في كل من التفاعلات الاتية. طاني شنو؟ تفاعل واحد. اللي هو 2C زاد O2 ينطينا 2CO. يلا يا بنات، حدد عامل المكسد والعامل المختزل. اول شيء ايش قد قبال فوق السي؟ حلو، وفوق الاو هم صفر، هذا شيء منتهي منه. جاي السي هنا ايش قد صارت؟ ما اعرف. والاو هنا ايش قد صارت؟ تقريبا ما اعرف. خلينا نقول ما اعرف. السي يا هو ما اعرفه اذا جاني كم مركب، السي ما اعرفه ولا الاو ما اعرفه؟ السي ما اعرفه. راح نلقى الاكس هنا ما سي، شو اقول له بمكان السي؟ اكس زائد مكان الاو شو اخلي له؟ ايش قد يساوي؟ يساوي موجب 2 يساوي صفر. اه ايش فيكم؟ يساوي صفر. عبر سالب 2 منك شو تصير؟ موجب 2. هم قولوا ناس ثانيين شبعانين نوم واليوم عطله مو لا؟ لا ها اي مو دقيقه ست ما يصحهم يعني شلون هيك تحمسوا الناتج قبل؟ غير على كيفنا؟ اوكي اوكي. من صفر الى موجب 2 زاد لو قل تاكسد واختزال السي. السي ايش بيه؟ تاكسد. اذا السي ايش بيه؟ هاي سي عامل مختزل. والاو او الاو 2 ما يحتاج ادور روحي بيه، اذا اريد القى عادي هم القى. هنا صفر صار سالب 2 مو؟ ليش؟ شنو فرق الاو هنا عن الاو هنا؟ الاو هنا وحده صفر، الاو هنا ويا مركب سالب 2 معناها قل، معناها عامل مو اكسيد لانه عانى اختزال. بس دير بالكم على شغله واحده موجوده بالاو. لما نعبر هسه نقول راح نكتب انصاف اقطاب مثلا 2C شو يصير؟ يصير 2C موجب 2 كم الكترون نخلي له؟ صح. ليش؟ لان مولات 2 مو؟ 4 الكترون سالب. الاو 2 شو اخلي له؟ هم يخلي له 4 الكترون سالب حتى شو يصير؟ حتى يصير او 2 سالب.
ليش؟ الاو 2 كلها سالب 2، في 2 مو؟ يعني ماكو او يجي وحده، اكو شيء او؟ لا اكو او 2، اكو او 2 ما يصير او وحده. فهنا شو يصير؟ يصير او 2 زائد 4 الكترون سالب يعطيني او 2 سالب 2 هيك. او يعني هي يعني مو كلش يريدها منكم. اكثر شيء يسالني على الهيدروجين وعلى هذا بعدين ناخذها هم قلت لكم. تعبير الهيدروجين وتعبير الكلور وغازات التعابير مالتنا نحفظهم. يعني انود وكاثود احفظه. هيدروجين هيك كلور هيك. الانود وكاثود. اوكي؟ مثال ثلاثة تمرين ثلاثة انتهى. ما في شيء الصراحة. يعني عندكم سؤال عليه؟ زين. سؤال 15 شنو؟ سؤال 15. سمراتي على القول يقول ليش من مثال كلاس طفر العصا؟ لان له فكره مو متعلقه بهذا الموضوع. زين سؤال 15 قال لي حدد العامل المكسد والعامل المختزل في التفاعل. انطاني تفاعل بس دير بالكم شويه تفاعل مطول يعني مو هذا ما يراد له استعجال يراد لي احلى على كيف. عندي اي جي ان او 2 زائد سي ال 2 زائد 2KOH شي ينطينا AgNO3 زائد شنو 2KCl زائد شنو 3H2O شوية عبر على هذا بس ما يخالف بس على المد شوية ميزة. اوكي هذا التفاعل التفاعل AgNO2 زائد Cl2 2KOH ينطيني AgNO3 زائد 2KCl زائد 3H2O راح احدد له العامل المكسد والعامل المختزل شلون؟ اول شيء اكو مرات الذره قبل التفاعل يعني بالمتفاعلات سالب واحد ورا نواتجها سالب واحد ما تغيرت او صفر بصفر او موجب واحد موجب واحد هاي معناتها ما تعني لا تكسد ولا اختزال يعني اكو احتمال هيك شيء عادي اللي هو قبل اجت عيني عليه من هو الكي الاتش موجب واحد وهنا ما تغير فما له علاقه يعني مو شرط كل اللي بالتفاعل يعني تكسيد اختزال هو انا لازم عندي مادتين بس مو شوف اكو فرق بين ان او 3 والان او 2 مو الان او 2 شنو والان او 3 شنو الان او 2 يا بنات صفر اوكي فالاي جي هنا شنو باعتبار صفر ولنا نترك قلنا شنو سالب واحد سالب واحد نعبره شو يصير يعني اكس سالب واحد يساوي صفر اكس يساوي موجب واحد صح اذا من هذا الى هذا زاد لو قل زاد عانت اكس الاختزال اذا شو يسموه عامل مختزل زين بقى المركب اللي وياه السي ال 2 قد هنا مو وين صار السي ال ادور على السي ال وين هنا ضمن كي سي ال مو السي ال 2 ضمن شنو زيد هنا السي ال سي ال محافظيها ايش فيكم اليوم راح اعاقبكم ترى سي ال ايش قد عدد التكسيد مالته سالب 2 راح اعاقبك بنهايه المحاضره ما شاء الله سالب واحد هم نقول حكينا الناتج بسرعه و مو قلنا كل فايبر سالب واحد لا ما قلنا زين من صفر الى سالب قل او زاد قل اذا عانق شنو اذا يسموه عامل مكسد ها هي هذا التوضيح يعني لكم بس نبقي احنا ما يخالف اقول له عندي منو عندي الاي جي انا او 2 يسموه عامل شنو مختزل وعندي سي ال 2 يسموه عامل مو اكسد عامل مو اكسد اوكي شويه صحصحوه ما ادري ايش بكم يعني ما يحتاج اقول تريدون تقولوا له عادي لانه عانى تاكسد لانه عانى
تأكسد لأنه عانى اختزال هيك. هذا كتبوها بالعكس يعني أحلى. عامل مختزل لأنه عانى تأكسد هيك وهكذا. عامل مختزل لأنه عانى اختزال. عامل مختزل لأنه عانى تأكسد. ماشي؟ زين. سؤال 23 4 شو يقول لي؟ يقول لي من أسئلة الفصل. السؤال 23 4 راح ندرجه هنا بالفيديو ونشرحها يعني على المهزمة، يعني راح اشرحها على المحاضرة، على الصورة راح اشرحها. اوكي؟ ليش؟ لأنه او خلينا نكتبه، خلينا نكتبه بس ما راح ادرجه، خلينا نقرأ اول شيء. سؤال 23 4 ما دام قلت الدرجة بعد هاي الدرجة. من أسئلة الفصل أي تفاعل هو تفاعل تأكسد واختزال للتفاعلات التالية؟ هذا هسه حكيت عليه قبل شوي بنات. هسه عندي هذا قدامكم ست أو خمس تفاعلات، مو لا لا خمسة، مو كلهن يعانن تأكسد واختزال، أكو بهن ما يتغير الشحن مالتهن، أكو بهن يتغير. زين ها هي راح الصورة. هسه باعوا لي بالنقطة الأولى أو هو سؤال 23 قال لي اي تفاعل هو تفاعل تأكسد واختزال. النقطه الاولى ايش قال لي؟ قال لي عندي Al2O3 زائد شنو 6HCl ينطينا شنو 2AlCl3 زائد شنو 3H2O. معناته انت وين بي بعض الAl هنا ايش قد عدد تأكسد الماده؟ نقول ما اعرفه بس انا المفروض اعرفه. ايش قد يلا حظي؟ موجب 2 لو موجب 3؟ لا موجب 3. ما انت نسيتي؟ عادي ما يخالف يلا. 2 اكس اعتبرها زائد سالب 2 في 3 يساوي شنو؟ 2 اكس شو يساوي؟ الاكس شو يساوي؟ ها؟ إذن الاكس الاي ال ايش قد فوقه؟ موجب 3. هذا موجود ضمن القواعد يعني المفروض. والاو شنو فوقه؟ سالب 2. الاتش هنا شنو؟ موجب 1. والسي ال هنا شنو؟ سالب 1. زين ايش قد هنا الاي ال؟ هم موجب 3. ليش؟ لان السي ال سالب 1 في 3 فهذا موجب 3. زين الاتش هنا موجب 1 والاو شنو؟ هم سالب 2. تغيرت الاي ال؟ تغيرت ال H؟ تغيرت ال Cl؟ يقول لي هل أي من التفاعلات الآتية يمثل تفاعل تأكسد واختزال؟ أقول له هذا لا يمثل تفاعل تأكسد واختزال. هاي هذا جوابه. مجرد أنه أشوفه يتغير أقول يمثل تأكسد واختزال، ما يتغير لا يمثل تأكسد واختزال. زين نقطة 2 اهم حنعطيكم واجب وعاشتكم اريدكم تحلوها همين نفس الحل هذا اعطيته يعني اليوم. النقطة 2 كلش واضحة يعني مبينة 2NA زائد Cl2. ليش تضحكون مني اقول لكم حليتوا واجب صحيح؟ ها؟ ينطينا 2NaCl من الحطام فوق ال NA اضرب صفر، فوق ال Cl اضرب صفر، مو؟ ايش قد هنا ال NA؟ حافظة أنا قلت لكم حفظوا ولا ما قلت لكم؟ إيش قد الـ NA؟ سالب 1 الـ NA والـ Cl هسه شنو؟ هي اختيارات؟ موجب 1 سالب 1. هذا موجب 1 هذا سالب 1. أقول له إذن يمثل تفاعل تأكسد واختزال، يعني يوم أحد مقفول ما يفتح المحل اصلا. انا على مودكم جيت يعني مود شنو تجون يعني اجوبتكم هم من قارين هم من مركزين بالمحاضره، فاليوم يعني كل زينين عندكم هيك دائما، عندكم هيك دائما. لا كذا ثلاثة اي رزاقكم داقكم عليكم هيك دائما. اوكي اوكي اي عندي نقطة 3 2KClO3 ينطيني 2KCl حتى على مودكم كاشخ ومبدل يعني على مود
اطلع حلو بالفيديو. ثلاثة وشوف. اوكي؟ نشوف الكي تغيرت، السيال يتغير، اوكي؟ زيد فوق الكي. وفوق الاو. سالفين. يعني. السيال خلينا نقول ما اعرفه. يعني لازم واحد ما اعرفه، مو جاب واحد زائد ان اكس سالب 6 يساوي صفر، مو؟ سالب 6 مو جاب واحد. عبره منك شو يصير؟ بس ابى اوعى هنا صار سالب واحد مو؟ وهنا مو اذا قبل تكسر الخزان يمثل تفاعل تأكسد واختزال. راح تسألوني سؤال يجوز مو على بالكم بس انا يعني ادري بها، اكو اسئله تشد الطالب من كل شيء يعني يركز عليها. قلتوا لي او ممكن تقول لي استاذ احنا مو حافظين السيال هو سالب واحد، ليش هنا طلع موجب خمسه؟ مو صحيح؟ عندي هذا المركب ان اي اي او 3 تذكرون من طلعتياكم واجب؟ مو حافظين الاي هو سالب واحد؟ ليش طلع هنا الاي موجب خمسه؟ يعني الصدفه هاي لو اكو سبب؟ تقريبا اوكي، تقول لقاء اكو مركبات تجي بها اكثر من حاله. هو صحيح كلامها بس شلون لا صح؟ لا صح انه هذا المركب بالذات السي ال مالته موجب خمسه. يعني هيك عدد تاكسد مال السي ال هو مالته موجب خمسه، هيك هذا المركب هو موجب خمسه. يعني شلون هو مو حفظ هي؟ انا اللي عارفه انه اغلب المركبات سالب واحد سالب واحد. اوكي؟ بس اكو مركبات يعني شوي بها حاله. فنقطة ثلاثة يمثل تفاعل تأكسد واختزال يا بنات. أربعة SIBR 4 مو لا لا زاد ثلاثة H2O ينطينا شنو؟ H2SiO3 زاد أربعة HBr. أما بالنسبة للنقطة خمسة اللي يغلط بيها يعني اي المهم نجي على النقطة أربعة باو من ما اعرفه الاس اي ما اعرفه ولا البي ار ما اعرفه؟ الاس اي افرضه اكس والبي ار شو افرضه؟ سالب واحد في أربعة مو؟ يساوي صفر، ايش قد الاكس يطلع لي؟ موجب أربعة. حلو الاس اي هنا ايش قد؟ نشوف هنا الاس اي باو نشوفها هنا ايش صارت؟ ال H شنو؟ موجب واحد في اثنين وال SIX وال O سالب اثنين في ثلاثة يساوي شنو؟ صفر. موجب اثنين وسالب ستة عبره منك شو يطلع X؟ يعني سالب ستة موجب اثنين سالب أربعة عبره منك يطلع موجب أربعة. زين ال H شنو هنا؟ موجب واحد. شنو هنا ال H؟ موجب واحد. ال B شنو هنا؟ سالب واحد. وال B شنو هنا؟ سالب واحد. شو بقى؟ الاو نفسه مو؟ اقول له اذا شنو؟ لا يمثل تفاعل تأكسد واختزال، يعني هذا النمط كلش قليل يجيب الزاري، ليش؟ اول شيء السؤال ياخذ مسافه هواي واذا يريد يجي على فرع يعني يجي نقطتين يعني جوابه بس هاي تنتهي فيجيب لكم نقطتين. وجوابه سهل فما ما يجيب على الاغلب. اوكي النقطة خمسة النقطة خمسة زد ان زاد ان سي يو اس او 4 ينطينا زد ان اس او 4 زاد ان سي. هذا غمض وش اقول له؟ يمثل تفاعل تأكسد واختزال مو لا لا. ليش؟ زد ان صفر وهنا سي يو موجب اثنين مو؟ هنا زد ان موجب اثنين وهنا صفر. أقول له إذن يمثل تفاعل تأكسد واختزال. أوكي؟ مثال ثلاثة تمرين ثلاثة سؤال 15 سؤال 23 هذني أربع أسئلة. انتظرونا بسبورة ثانية راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ الخلايا الكهروكيميائية وناخذ أول نوع معها اللي هي خلايا القلبانية.
طلابنا الاعزاء، رجعنا لكم بالصبورة الثانية. طبعا راح ناخذ الخلايا الكهروكيميائية، وراح ناخذ قلنا لكم شنو اول نوع من الخلايا الكهروكيميائية اللي هي خلايا جلفانية، اللي هي هاي مال الباتريات الريموت اللي حكيت عليها. اوكي، اللي هي ايش قلنا عليها؟ تلقائية لو غير تلقائية؟ هسه شنو من العب اختيارات؟ تلقائية، صح تلقائية. فعندنا موضوع اسمه الخلايا الكهروكيميائية، هاي حاليا تقريبا بس شرحيات. الخلايا الكهروكيميائية، الخلايا الكهروكيميائية شو يقول لي؟ تتكون من قطبين، احدهما قطب موجب ويدعى الانود، والاخر قطب سالب ويدعى كاثود. ها يعني تتكون من قطبين، واحد قطب موجب شو يسموه؟ انود. واحد قطب سالب شو يسموه؟ الله يذكره بالخير مدرسي الكيمياء من ايام الاعداديه كان يقول كاثود، كاثود. اي دائما كل ما اشرح الفصل الرابع طلابي اتذكر عليه من كنت ثاني طالب. وانود انود يعني هو يحكيها، بس كان شرحها كل زين الله يذكره بالخير استاذ محمد. المهم، فقطب موجب يسموه انود وقطب سالب يسموه كاثود. هاي يعني لازم كل خليه كهروكيميائيه واحد موجب وواحد سالب. الموجب يفقد الالكترونات والسالب ايش بيه؟ مو صحيح؟ لو بالعكس. اي الموجب يفقد الالكترونات والسالب ايش بيه؟ يكتسب الالكترونات. بعد الموجب تجرى عليه يا عمليه اذا هو يفقد الالكترونات. التأكسد للاختزال؟ لا، مثل ما قالت اللقاء تأكسد. يا هو اللي يفقد الالكترونات بنات، تأكسد للاختزال. واللي يكتسب الالكترونات هو من هو؟ هو الاختزال، هو الكاثود. يعني دائما قطب الانود شي يعاني؟ يعاني تأكسد. وقطب الكاثود شي يعاني؟ اختزال. زين، فعندي تعريف الانود والكاثود. الشرحيات راح اسوي شغله حلوه، الشرحيات راح ندرجها يعني بعد ليش نعرفهم؟ راح ندرجها بالفيديو. تعريف الانود وتعريف الكاثود. الانود هو القطب الموجب للخليه كهروكيميائيه الذي تجرى عنده عمليه التاكسد ويكون مصدرا للالكترونات. شرح تقريبا يعني مبين هذاك هو مو؟ الكاثود هو قطب السالب للخليه الكهروكيميائيه والذي تجرى عنده عمليه الاختزال والذي يستلم الالكترونات من الانود. اوكي؟ هسه معه هاي الحركه، هسه مو هنا الصوره؟ هسه هيك تروح. تقسم الخلايا الكهروكيميائيه الى نوعين. تقسم الخلايا الكهروكيميائيه الى نوعين. نوع الخلايا الجلفانيه او الفولتيه هم راح نخليها هنا، ونوع الخلايا الالكترونيتيه اللي راح ندرسها هي نوع. النوع الاول. الاول. الجلفانيه او الفولتيه، والنوع الثاني خلايا الكترونيه هم شنو؟ بعدين ندرسها. زين، الخلايا الجلفانيه، تعريف عندي، تعريف الخلايا الجلفانيه. هسه هنا أنا. اوكي بنات، عندي تعريف الانود والكاثود، انواع الخلايا، تعريف الخلايا الجلفانيه. خلايا الجلفانيه وهي تلك الخلايا التي تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال تفاعل كيميائي يجري تلقائيا، وتسمى أيضا بالخلايا الفولتية. ومن الأمثلة عليها النظاظ والبطاريات. بالمناسبة يعني مو بس أقدر أدرس صورة، أقدر أكتب كتابة. يعني مثلا الخلايا الإلكترونية الجلفانية راح أكتب شرحها هنا. وهي تلك الخلايا تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائيه. باتري مال ريموت، انا اظل ادير بالريموت على التلفزيون، تخص الباتريات. تخص الباتريات، تتحول الطاقه الكيميائيه بالباتريات الى طاقه كهربائيه، الى طاقه كهربائيه. الى ان تخص الباتريات بعد يتوقف التفاعل، مو؟ اروح شنو؟ اروح اجيب غير باتريات. مو؟ لا تضحك يعني ما مقتنع بفكره غير باتريات. مقتنع بالفكره اللي حكيتها في المحاضره. زين، تعريف مهم هذا، تعريف الخلايا الجلفانيه. عندي سؤال جوا الخلايا الجلفانيه، سؤال شو يقول لي؟ وضح
وضح شنو هاي، شو الحاء ماذا شان صار، وضح اي بمثال او تجربه، وضح بمثال او شنو او تجربه عمليه حدوث اكسده واختزال داخل خليه قلبانيه، حدوث اكسده واختزال داخل خليه شنو قلبانيه. حلو الكلام، حلو. شايفين هذا شو اسمه واحد طفل خليجي يطلع قال له شنو رايك بهاي فلان منطقه يمكن بالدوحه من غير دبي، يقول حلو حلو، يقول شنو عجبك فيها، قال طلتها حلوه ناسها حلوه زين. فايش يقول؟ يقول يوضح بمثال او تجربه عمليه حدوث اكسده واختزال داخل خليه جلفانيا. باعوا بنات، اللي يتاكسد شنو شي يصير فيه يعني مفهومكم؟ اي اوكي، يعني فشي يتاكسد يعني شي يصير فيه يعني يقل كميته لو تزداد كميته لو شي شنو ممكن تصير فيه زين. ايش تقولين حوا؟ يعني اقصد انه يتقل، لا بالعكس، الاختزال شنو مفهوم الاختزال؟ الاختزال يعني اختزل شيء، يعني اطلع شيء، اختزه استخرجه شلون هيك نفس المصطلح. التاكسد لا، التاكسد هو معناها انه شنو؟ انه يصير في شيء فوقه، يصير شلون شيء فوق شيء. انا اعطيكم مثال، تاكسد الحديد، تاكسد الحديد هو شنو كنا نعرفه؟ الزنجار، مو بالعاميه، الزنجار شو تصير طبقه من هاي صدع الحديد، يصير فوق الحديد، تاكل الحديد، هو صحيح يتاكل بس شلون يعني يصير شيء فوقه؟ اوكي؟ وضح بمثال او تجربه علميه حدوث اكسده واختزال داخل خليه قلبانيه، راح نقراها. يقول عند غمر لوح من الخاصين في محلول كبريتات النحاس. باعوا بنات، انا ايش جبت؟ جبت اناء شنو بي؟ بي سي يو اس او 4، شنو بي؟ اللي هو كبريتات النحاس. جبت لوح من الخارصين، لوح من شنو؟ غمرته هنا بهذا الاناء او بهذا الوعاء، اوكي؟ عند غمر لوح من الخارصين في محلول كبريتات النحاس الزرقاء، هذا شنو لون المحلول كبريتات النحاس؟ ازرق خلينا نقول. اوكي؟ لون هذا المحلول، ليش؟ لون ازرق؟ هذا لونه شنو؟ اوكي؟ اوكي، هذا لون المحلول ازرق بالبدايه، جبت خليت لوح من شنو؟ من الخارصين، لوح من الخارصين، الخارصين شنو لونه؟ شلون اللون الفضي؟ اوكي؟ سيلفر، اي يعني لون رصاصي. يبدي هذا اللوح شو يصير به؟ عند غمر اللوح من الخاصين في محلول كبريتات النحاس، خلينا ندرج هذا الشرح. يبدأ بالتآكل من هو؟ اللوح، ويصاحب ذلك زيادة في تركيز أيونات الخاصين، أي حدوث تفاعل تلقائي، وفي نفس الوقت تبدأ طبقة بنية من عنصر النحاس أو عنصر النحاس بإكساء الخاصين، ويترسب قسم من النحاس في قاع الإناء، ويبدأ اللون الأزرق للمحلول بالاضمحلال. زين شنو يعني اضمحلال؟ يعني يختفي نتيجة نقص تركيز أيونات النحاس، ويصبح المحلول عديم اللون. أوكي، انتهى الشرح مال هذا. نجي راح نعيد الشرح همين وأفهمكم على التجربة. عندي محلول من كبريتات النحاس لونه أزرق، جايبه بوعاء، جبت لوح من الخارصين خليته بهذا الإناء أو بهذا الوعاء. يبدي هذا اللوح شنو؟ يتأكل. يبدي هذا اللوح شو فيه؟ يتأكل من جوه. تصير عايش شلون الطبقة؟ شلون مفهوم الزنجار؟ الزنجار يصير بالطرف بعدين شوي شوي يستمر.
يبدأ هذا يتآكل يتآكل يتآكل. شي يصير؟ وين يترسب؟ يترسب في قاع الإناء. فيزداد منه؟ يزداد تركيز النحاس. حتقول زين شلون صار يزداد؟ هنا باعتبار كان كله متجمع بلوح مضغوط، كله صاير نحاس كله بلوح. من يبدي هذا يتأكسد يعني يتآكل، شلون تركيزه يصير بالقاع فيكون تركيزه أكثر. فهذا اللون الأزرق شي يبدي يصير؟ يبدي يختفي، يبدي مو قبل يختفي، يبدي يصير أزرق فاتح، بعدين أزرق فاتح، بعدين أزرق كلش فاتح، بعدين يصير عليم اللون. نتيجة نقص منه، نتيجة نقص تركيز عيون النحاس. إذا شنو راح يصير المحلول؟ راح يصير المحلول زيت NSO4 هنا يعني بعدين. أوكي؟ فهذا شرح مادة. عند غمر لوح من الخارصين في محلول كبريتات النحاس، يبدأ هذا اللوح بالتأكل ويصاحب ذلك زيادة في تركيز عيونات الخارصين، أي حدوث تفاعل تلقائي بين لوح الخارصين ومحلول النحاس، أو محلول مو محلول كبريتات النحاس. وتبدا طبقه بنيه من عنصر النحاس باكسار الخارصين. واو، منو اللي يأكسد منه؟ هاي الطبقه هيك تصير هنا اكسار الخارصين، ويترسب قسم من الخارصين في قاع الاناء، ويبدا اللون الازرق المحلول بالاضمحلال نتيجه نقص تركيز عيونات النحاس ويصبح عديم اللون. اوكي، التجربه همين شايفيها مو عفوا التفاعل تفاعل تفاعل رجع عليه. قال لي زيت ان ينطينا شنو؟ زيت ان اس او 4 زائد سي. هذا واحد شوفوه. اوكي، خارصين محلول كبريتات النحاس، صار محلول كبريتات الخارصين بعدين نحاس وحده. اذا النحاس عانى شنو؟ تأكسد. وال الخارصين عانى شنو؟ تأكسد. والنحاس عانى شنو؟ اختزال. زين، عندي هاي الرسم، هذا ظاهر بالفيديو. شو قايل لي؟ قايل لي هذا الرسم هو بنات صراحة ولا مرة جاي وزاري، بس أني ما أقدر أقول لكم، خصوصا طلاب اليوتيوب ما أقدر أقول لكم تقروا، احتمال يجي يعني. شلون على حظكم شادين وياكم وجابوا لكم وياكم رسم، هو عادي يعني، ليش خليهم يشدون ويانا؟ خب انا احفظه، اذا جابه جابه، ما جابه عادي خلي اللي يجيبه، مو لا هو بحياته ما جاي، من يعني تغيير المنهج صار له سنين حادثه ما جاي. بس شنو احتمال؟ احتمال يعني احنا ما نستبعد اي شيء. زين، هذا الرسم شنو؟ راح ارسمه هنا همين. عندي محلولين، محلول هنا ومحلول هنا. هنا عندي لوح، وهنا عندي لوح. هنا عندي زيت ان اس او 4، محلول زيت ان اس او 4، وهنا لوح زيت ان. هنا عندي محلول سي يو اس او 4، عندي هنا لوح شنو؟ لوح سي يو. عندي بيناتهم صاير شلون الجسر؟ يسموها قنطره ملحيه او يسموه جسر ملحي. وعندي هنا او هيش، عندي هنا سلك، سلك موصل. سؤال، الالكترونات منين تنتقل؟ الالكترونات منين تنتقل؟ من الانود الى الكاثود، صح؟ ليش؟ لان الانود قلنا عليه ايش فيه؟ تأكسد. التأكسد ايش فيه؟ يفقد الالكترونات. الكاثود قلنا عليه ايش فيه؟ اختزال. والاختزال ايش فيه؟ احفظوها ما تتغير. انود يفقد الالكترونات، كاثود يكسر. ليش صار عندنا هذا المفهوم الجديد؟ فالالكترونات تنتقل من زد ان الى منو؟ الى سي يو عبر سلك موصل خارجي هذا. وعندي هنا شنو؟ عندي هنا اميتر حتى يقيس شنو؟ يقيس الفولتيه مال الالكترونات. اوكي؟ هذا الرسم ما بشيء، صار مجرد جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة هيك يعني ذا كلش. هنا أريد أشر أقول له محلول النحاس، لوح من النحاس، لوح من الخارصين، جسر ملحي، يا أما جسر ملحي يسموه يا أما قنطرة ملحية عادي جسر ملحي. وهذا بيفائدة نشوفها. هنا سلك موصل، أوكي، فوقهن أميتر. مكونات خلية دانيال، هاي خلية دانيال بنات، هاي خلية دانيال.
خلية دانيال جدا مهمة وأسئلتها يعني دائما تجي. مكونات يقول لي سؤال ما هي مكونات خلية دانيال؟ قبل لا أجاوبه راح أسألكم سؤال. أنا دائما يعني أخذت خلية واحدة دائما سيوزتين لو أكثر من مركب يعني أكثر من عنصر. مو أخذنا يمكن هواي خلايا يعني في جلسة صبورة والمحاضرة الأولى واحد أنود واحد كاثود واحد أنود واحد كاثود. مو اللي أشوفه بعيني يزيد هذا أنود واللي قل الكاثود. يعني قلنا بعد شنو اللي أشوفه بعيني يزيد هو التأكسد كان قبل، بس هسه أقدر أقول أنود وأقدر أقول تأكسد. مو واللي أشوفه يقل هو التأكسد اختزال أو الكاثود. هنا مكونات خلية دانيال، خلية دانيال أقطابها ثابتة. قطب الأنود اللي هو منه زتن. اثنين قطب سيو اللي هو منه أو قطب الكاثود اللي هو منه سيو. ثلاثة شنو عندي بعد؟ أربعة شنو عندي؟ سلك موصل. هاي ها فالجواب مالته راح نخليه هنا لوح من الخارصين المغمور في محلول كبريتات الخارصين وهو القطب الموجب الذي تجري عنده عملية التأكسد. اثنين لوح من النحاس مغمور في محلول كبريتات النحاس وهو القطب السالب الذي تجري عنده عملية الاختزال. سلك خارجي يحدث فيه انتقال الالكترونات من الانود الى الكاثود واربعة جسر ملح. هاي اذا هذا السؤال جدا مهم وهذا جوابه اربع نقاط الجواب على الرسم. متفقين؟ هذا السؤال واحد. سؤال اثنين يقول عرف ما ياتي. عرف ما ياتي. همين راح ندرج التعريف. هذا خوش فقره مال الادراج. يعني الطالب قلت لكم هو اللي عنده مزمه عادي تابعوا وياي مو شرط مزمتي. اي مزمه كلها نفس الشيء. واللي لا كلش متعاجز عشر حياتي ويريد يقراها ويريد ياشرها يريد يكتبها احنا نخلي له صوره على مود يوقف الفيديو يريد يسكرن على راحته. عرف ما ياتي. النقطة الأولى شو يقول لي؟ الجسر الملحي. الجسر الملحي، يعني هذا بنات. أوكي؟ أنت لقاء، أنت زين بالإنجليزي، هذا يا حرف يشبه بالإنجليزي، مقلوب. حرف يو، أي صحيح. جيد. هذا مو يو هيجي تقريباً. من نقل بين مو يصير هيجي، هيجي. فهذا يشبه حرف يو. لا بس هي اللقاء يعني أدري بها تريد، لا تريد تفوتي هندسة مو؟ اي هندسة اي بس هم درست انجليزي اي وعلى تريدين تفوتين شنو؟ طبعا لا شنو؟ بصريات اشعة وسنر اي اشعة سنر قسم بصريات مو شيء طب عيون ماكو طب عيون اكو طب عام بعدين يختص طب عيون مو اي مو قلت لك طبعا إيه ان شاء الله ان شاء الله تحققوها واشوفكم دكتورة بصريات ومهندسة معماري مو معماري المهم فعرف الجسر الملحي. الجسر الملحي شو يقول لي؟ يقول وهو عبارة عن انبوبة زجاجية وهو عبارة عن انبوبة زجاجية على شكل حرف يو بالمقلوب ضعوا هنا على الرسم وعلى مد الشرح يعني على مد الشرح شلون مفهوم عليكم وهو عبارة عن انبوبة زجاجية على شكل حرف يو مقلوب يحتوي على محلول الكترونيتي خامل لا يتغير كيميائيا يثبت بداخله بمادة الآكار. عندي هنا شلون مادة صمغية يسموها شنو؟ آكار. زين أهمية الجسر الملحي. أهمية الجسر الملحي طبعا ثاني راح طفت. طلاب السادس رجعنا لكم بالمحاضرة الثانية. طبعا مثل ما شفتوا وصلنا لأهمية الجسر الملحي وانطفت الكهرباء حتى لا نتأخر بالمادة وحتى لا نتأخر بنزول المحاضرة عليكم. بنزول الاختبارات قررنا أن نصور المحاضرة بغير ما حد نكملها حتى شنو حتى نتواصل أكثر لأنه تعرفون إحنا بالعراق ما تنقطع الكهرباء. طلاب وصلنا أخير شيء لأهمية الجسر الملحي. أهمية الجسر الملحي طبعا شنو يقول لي سؤال ما أهمية الجسر الملحي. الحل مالته نقطتين شباب. يقول لي أولا
حفظ التوازن الايوني للاقطاب واكمال الدائره الكهربائيه، اكمال الدائره الكهربائيه وحفظ التوازن الايوني للاقطاب. طبعا الجواب راح ندرج هنا انا عباس، يعني راح ندرج الجواب هنا بالحل عادي ما في مشكله. سؤال: ما هي اهميه الجسم المحيي؟ اكمال الدائره الكهربائيه وحفظ التوازن الايوني للاقطاب. 2 ايصال الايونات الموجبه باتجاه القطب السالب والايونات السالبه باتجاه القطب الموجب. رجاء يعني ركز بين الايونات والالكترونات. الالكترونات مسارها ثابت، خليه دانيال مسار اقطابها ثابته، قطب الانود قطب الكاثود، قطب الانود هو دائما الخارصين، قطب الكاثود هو دائما النحاس. دائما اتجاه حركه الالكترونات، بس ركز حركه الالكترونات من الانود الى الكاثود، من ZN الى CU، من الخارصين الى النحاس. هاي من هي؟ هاي حركه الالكترونات. سؤال: وضح اتجاه حركه الالكترونات. تقول له تتجه الالكترونات من القطب الموجب باتجاه القطب السالب، من قطب الخارصين نحو قطب النحاس. هاي الكترونات، شوف ايش قد على حاليا الطلاب هو يربطون بها. اما ايونات، ايونات الايونات الموجبه باتجاه القطب السالب اللي هو CU، والايونات السالبه باتجاه القطب الموجب اللي هو ZN. حلو، مو قلنا خليه دانيال عباره عن قطب موجب قطب سالب، مو بس دانيال، اي خليه كهو كيميائيه. القطب الموجب تروح باتجاه ايونات سالبه، ايونات منو؟ سالبه. والقطب السالب تروح باتجاه ايونات شنو؟ ايونات موجبه، ايونات موجبه. اوكي، كلش مهم انه تعرف. وراها عندنا شنو؟ عندنا تعريف الاكام. يقول لك هم نعرف الاكام. طبعا هاي السؤال طبعا نعرف ما ياتي مو الاكام شو تقول؟ وهي ماده صمغيه يحصل عليها من الطبيعه، حيث تصبح سائل عند تسخينها وتتصلب عند درجة حرارة الغرفة. مو قلنا دانيال اكو انبوبة زجاجية على شكل حرف U. هاي الانبوبة الزجاجية هنا عندي شلون المادة الصمغية تثبتها؟ هاي المادة الصمغية اسمها الآكار. اوكي، فندرج الجواب همين، مادة صمغية يحصل عليها من الطبيعة تصبح سائل عند تسخينها وتتصلب عند درجة حرارة الغرفة. وهذا الآكار يقول يعرف قطب العنصر. عرف قطب العنصر. قطب العنصر تعريفه: هو ذلك العنصر المغمور في محلول ايوناته وفي حال التماس مع محلول يحتوي ايوناته، مثل قطب الخارصين المغمور في كبريتات الخارصين. يعني شنو الطلاب؟ مو قلنا هاي رسم مال دانيال، هاي احد اقطابها اللي هو قطب ZN. مو هنا شنو عندي؟ عندي ZNSO4 كبريتات الخارصين. هذا تعرف قطب العنصر، هو ذلك العنصر المغمور في محلول ايوناته، المغمور في محلول ايوناته وفي حالة تماس مباشر مع محلول يحتوي ايوناته، مثل قطب الخارصين المغمور في كبريتات الخارصين. اوكي، تعريف الجسم المحيي فائدته، تعريف الاكار، طبعا جسم المحيي موجود من تعريفه كتبناه، وقطب العنصر تعريفه. وراها يقول لي عندي شنو؟ اي طلاب، فقلنا هذين التعاريف الاكار وقطب العنصر والجسم المحيي وشنو؟ فائده الجسم المحيي. وراها راح يجيني سؤال، شو يقول لي السؤال؟ تعال هنا بس، يقول لي اكتب تفاعلات نصفي خليه دانيال، واكتب التفاعل العام. واكتب التفاعل العام. اكتب تفاعلات نصفي خلية دانيال والتفاعل العام. اوكي؟ تفاعل نصفي خلية دانيال قلت لكم نصفي خلية يعني نصف عندي انود ونصف عندي شنو؟ كاثود. بس اخاف الكاميرا شوي عوجة يمكن عندها لو. اوكي. تفاعلات نصفي خلية شو يقول؟ قلنا ZN الحل طبعا. ZN يعطينا ZN موجب 2 زائد 2 الكترون سالب. شو اقول له؟ اقول له نصف خلية انود وعندي هنا CU موجب 2 زائد 2 الكترون سالب ينطينا شنو؟ ينطينا CU. اقول له هذا شنو؟ نصف خليه شنو؟ كاثود. مو؟ قلنا التفاعل العام شلون نحصل عليه؟ شلون نحصل عليه عباس؟ التفاعل العام؟ اي يلا ايش فيك؟ ناسي؟ نختصر الالكترونات. ورا ما نختصر الالكترونات ينزل التفاعل العام اللي هو منه
اللي هو زد ان زائد سي يو موجب 2. طلع زد ان موجب 2 زائد سي يو، هذا التفاعل مو؟ اقول له هنا شنو هذا التفاعل العام. فراح يبين لي انه زد ان من صفر صار 2 تاكسد، وسي يو من موجب 2 صار شنو؟ صار صفر اختزل. فهذا السؤال جدا مهم، هم يعني يجوز يجيك بالشهريات، نص السنه، بالوزاري، نهايه السنه اكيد. زين، وراها شو يقول لي سؤال اخير على سيد دانيال؟ يقول لي اشرح مبدا عمل خليه دانيال. اشرح طبعا الاسئله، ارجع واقول الاسئله كلها موجوده ضمن المنظمه قدامك، تقع على منظمتي، تقع على منظمه غير استاد، كل المنظم نفس الفكره نفس الشرح تقريبا، شويه زياده شويه نقصان متاثره. تريد تتابع وياي راسلني على التليجرام على هذا اليوزر راح يطلع لك هنا، اوكي، ودزك المنظمه تتابع وياي ماكو اشكال ابدا. اشرح مبدا عمل خليه دانيال، هذا هم راح ندرج الجواب. احنا ليش ندرج اجوبه؟ ندرج اجوبه خاف اكو طالب عجوزي نايم وما يحب يجيب المنظمه، ندرج الجواب. المسائل احنا نشرحها. يقول لي اشرح مبدا عمل خليه دانيال، هذا الجواب راح يطلع. اقول ان مبدا عمل خليه دانيال هو اكسده الخالصين واختزال النحاس تلقائيا. اكسده الخالصين واختزال النحاس تلقائيا. عندي اجابه نقطتين، شو يقول لي؟ يقول لي قطب الخالصين زد ان، زد ان موجب 2، اوكي؟ شو اقول له؟ هو ذلك القطب الذي تحصل عنده الاكسده ويفقد الالكترونات، واكتب له هاي المعادله. زد ان، زد ان موجب 2، زد ان الكترون سالب. طبعا هم موجود الجواب هنا. اقول له 2 قطب النحاس سي يو موجب 2 الى سي يو هو قطب الكاثود وقطب السالب الذي يستلم الالكترونات تجرى عنده عمليه الاختزال، اوكي؟ هم اكتب له هاي المعادله. ماشي؟ أسئلة دانيال انتهت، أسئلة دانيال انتهت. يقول لي سؤال اشرح اكتب تفاعلات نصفي خلية دانيال والتفاعل العام. يقول لي بهذا السؤال اكتب تفاعلات نصفي خلية دانيال والتفاعل العام. هذا السؤال جدا مهم، ممكن يجيك بالشهريات، ممكن يجيك بالوزاري وبنص السنة حتى. أكيد هسه بعد راح نص السنة وشهريات، هسه ممكن يجيك بالوزاري. أقول له عندي قطب يعاني تأكسد اللي هو زد ان، زد ان موجب 2 زائد 2 الكترون سالب. أقول له نصف خلية انود. وعندي قطب سي يو موجب 2 زائد 2 الكترون سالب بطريقة سي يو. أقول له هذا نصف خلية كاثود. قال لي ثم أكتب التفاعل العام. التفاعل العام شلون نحصل عليه؟ ورا ما أختصر الإلكترونات من المتفاعلات ومن النواتج. يصير زد ان زائد سي يو موجب 2 زائد ان موجب 2 زائد شنو؟ سي يو. أوكي، هذا شو أقول له؟ أقول له هذا التفاعل العام. اخر سؤال خليه دانيال، شو يقول لي؟ يقول لي اشرح مبدا عمل خليه دانيال. اشرح مبدا عمل خليه دانيال. طبعا الجواب شنو؟ شويه نزله يعني بعد هذا فوق. الجواب شو يقول لي؟ يقول لي ان مبدا عمل خليه دانيال، راح ندرج من الجواب. ان مبدا عمل خليه دانيال هو اكسده الخالصين واختزال النحاس تلقائيا. اكسده الخالصين واختزال النحاس تلقائيا. وعندي ذي النقطتين جواها همين ينكتب. شو اقول له؟ اقول له قطب النحاس او قطب الخاص زد ان، زد ان موجب 2 هو القطب اللي تجرى عنده عمليه التاكسد والذي يكون مصدر للالكترونات، اوكي، وهو القطب الموجب. واكتب له هاي المعادله زد ان، زد ان موجب 2 زائد 2 الكترون سالب. من عباس من اقول لك هيك يعني كبر يعني وجه هنا مو كبر يعني يكون هاي طالع من اي. 2 قطب النحاس سي يو موجب 2 الى سي يو هو القطب السالب الذي تجرى عنده عمليه الاختزال ويستلم الالكترونات من الانود، واكتب له هذه المعادله همين. ماشي؟ اي طلاب، فعندي اخر سؤال خلي دانيال شو يقول لي؟ يقول لي سؤال وضح اتجاه حركه الايونات داخل خليه دانيال. أنا تعمدت أقدم هذا السؤال على هذا السؤال، حتقول لي ليش؟ حتى تعرف شنو أقصد الأيونات الموجبة والأيونات السالبة. هذا أيون موجب، هذا أيون سالب، هذا أيون موجب، هذا أيون سالب، هذا أيون موجب، هذا أيون سالب. شو أقول الجواب؟ طبعاً هم راح ندرج الجواب، كلنا ندرج الشرحيات. أقول إن القطب الموجب يتجه باتجاه القطب السالب اللي هو سي يو. مو عندي هنا باور يا عباس، تعال هنا. هنا سي يو
ونازلا، مو صحيح؟ هنا سي يو قطب سالب، كنا نعرفه مو يروح باتجاهها يا ايونات، ايونات الموجبه شرحناها بدايه المحاضره مو لا لا، والقطب الموجب زين تروح يا اتجاه ايونات سالب. فاذا خليت كي سي ال، اذا خليت كي سي ال الكي الموجب، الكي الموجب يروح باتجاه السي يو السالب. الكي الايون، الايون ما اقول الكترون، الايون الموجب يروح باتجاه القطب السالب، والايون السالب سي ال يروح باتجاه منه؟ القطب الموجب اللي هو زد. فهذا الجواب مالته، اقول له ان القطب السالب يروح، القطب الموجب يروح باتجاه القطب السالب اللي هو سي يو، والقطب السالب يروح باتجاه القطب الموجب اللي هو زد. زين هسه خليت دانيال انتهت، حب لي صار شوي بها اسئله عندي. اول شيء اشرح التجربه توضح فيها عمل خليت دانيال، وراها عندي تعاريف، وراها هي دانيال مهم يعني لازم تجيك على الاغلب، لازم تجيك بالمساري. زين عندي جواها او عندي وراها عفوا ملاحظات مهمه جدا، هاي الملاحظات الاربعه همين راح نخليها. شو يقول لي؟ يقول لي يجب تذكر ولا تنسى انه قطب الموجب هو قطب زثن، قطب الخاصين هو قطب اللي تجر عند عمليه التاكسل والذي يكون مصدر للالكترونات. يعني شلون المراجعه؟ مو اثنين، قطب الخاصين او قطب عفوا النحاس هو قطب السالب سي يو اللي تجرى عنده عمليه الاختزال والذي يستلم الالكترونات من الانود. ثلاثه، شو اقول له؟ اقول له الجسر الملحي يحتوي على محلول الكترونيتي خامل، مثل منو؟ مثل كي سي ال او كي ان او 3 او كي 2 اس او 4. هاي الايونات مال الجسر الملحي، ايون موجب ايون سالب، ايون موجب ايون سالب، ايون موجب ايون سالب، مو؟ النقطة الرابعة هي النقطة الثالثة، سويت لها الرابعة عادي ما عندي اشكال، هي ملاحظات. يقول لي انه خلية دانيال تصير بها اكسده واختزال تلقائية. اوكي؟ تحدث بها اكسده واختزال تلقائية، يعني من تلقاء نفسها. ها هي. لهنا يا طلاب نختم المحاضرة رقم 2، شوية صار بها يعني انتقال من غير لبس ومن غير وقت، بس قلت لكم عمود ما نتأخر بالنزول للمحاضرة. انتظرونا طلاب المحاضرة رقم 3 وباقي المحاضرات، أما الاختبارات تنزل على قناة التليجرام. أوكي؟ نشوفكم بالمحاضرات الجاية، مع السلامة.